من تنطيط وجري ونشاط فجأة حياتها كلها اتبدلت اتشقلبت. الحقيقة انه هي فجأة لقت نفسها مش قادرة تتحرك، مش قادرة تمشي، مش قادرة تعمل اللي كانت بتعمله قبل كده، وبالذات ان حياتها كانت مرتبطة بالرياضة بشكل مباشر. يعني مش بتلعب رياضة، لا ده شغلها وحياتها كان في الرياضة. طبعا احباطات على شوية، يعني احباطات في البداية، انما تلا الاحباطات دي معفرة، معفرة كده مع الدنيا، وقدرت من خلال المعفرة دي ان هي تتخطى المحنة اللي هي فيها دي. نانسي عاطف دلوقتي مدربة باليه مائي. نانسي اهلا بيكي ومنوراني ومشرفاني يا نانسي. الاول انا عايزه اروح للحته الوقت الرخم اللي في الاول ده اللي انت تخططيه بدليل انك قاعده قدامي هنا وانت جميله كده ومحققه ذاتك ونفسك، انما الوقت ده احكي لي ايه اللي حصل. انا مدربة باليه مائي، كنت في يوم قاعده على التمرين، قمت وقفت ما قدرتش امشي، رجلي ثبتت في الارض. كملت بعدها مشيت، فضل الموضوع يتطور، بقيت امشي واقع امشي واقع، لغايه ما وصلت لمرحله الكرسي. يعني انت مش قادره تمشي خالص، التشخيص كان ايه او في ايه؟ ما تعرفش تشخيص لغايه دلوقتي. يعني انا حالتي زي ما بيقولوا كده نادره، ما تعرفلهاش تشخيص لغايه وقتنا ده. طيب وهل في مفيش اي تمارين او علاج طبيعي او كده تخليكي تقومي او تمشي تاني؟ لا، العلاج الطبيعي بيبقى مجرد بيحسن الحاله او تفضل ثابته على ما هي. يعني ما يحصلش تيبس في المفاصل والعضلات. يعني مفيش حاجه بعيده على ربنا طبعا، وممكن طبعا، ومحدش عارف. زي ما يعني سبحانك يا رب، انت كنت بتلعبي رياضه وكنت بطله رياضيه، قعدتي مين عارف يمكن تقومي. انما الحقيقه انه القعده دي ما خلتكيش اكتئبتي وما ما قفلتيش على نفسك وما اعتزلتيش الدنيا، انت يعني كملتي. قولي لي كملتي ازاي ورجعتي اشتغلتي تاني ازاي، وازاي اصلا انت بقيتي مدربه دلوقتي؟ بصي، هو في الحقيقه في الاول اكتئبت وكانت حالتي النفسيه طبعا في الارض طبيعي. وقعدت من الشغل سنه. بعديها ماما لقيت حالتي بتتدهور نفسيا، قالت لي لا انا هجيب لك كرسي وهتنزلي الشغل. نزلت في الاول وانا متضايقه وما كنتش طايقه نفسي. من نظرات الناس طبعا، بسمع كلام الناس، ايه ده دي مدربه وقاعده على كرسي. بس شويه الناس بتقول كده، يعني ببقى قاعده على التمرين دبش. ببقى قاعده على التمرين وسامعاهم ورايا حاجه يعني مش معقول. بس وشويه لقيت نفسي بعمل الحاجه اللي انا كنت بعملها وانا ماشيه على رجلي. نفس الحاجه اللي انت وانت ماشيه على رجلك بتعمليها بالزبط. عملتيها. مين اللي ادالك الفرصه دي؟ او يعني ازاي، يعني احكي لي كده، ازاي تقدر مدربه باليه مائي يعني تقدر تعمل ده وهي يعني وهي قاعده على كرسي؟ ازاي؟ بصي، هو الموضوع ما اختلفش. يعني انا وانا قبل ما اقعد على الكرسي كنت نفس اللي انا بعمله دلوقتي هو. يعني انا فعلا بشوفهم بيبقوا قاعدين بره الحمام السباحه والبنات مش بيتطلب مثلا ان انا انزل الميه او اي حاجه. عايز لسان بس طويل كده الستات وهي بتدرب صوتهم بيبقى عالي بالظبط كده. بس وبصراحه يعني لما رجعت اداره النادي حتى ما قبضوش اي اعتراض. فلقيت الموضوع ما فيهوش اي صعوبه. يعني إن بصي برضو، ما احنا لازم نبص على الجانب المشرق. ايوه، زي ما بنبص على ناس رخمه وبتعلق وما اعرفش ايه، لازم نبص على الناحيه المشرقه، انه النادي ما قالكيش لا معلش خالص. خلينا نجيب واحده احسن انتم بتمشي وبتاع، وافقوا على طول. ولا المديره الفنيه المسؤوله عن اللعبه قبل اعتراض، لا خالص. طيب التقبل بقى البنات وانت بتدربيهم وانت كده وهم صغيرين، ممكن حد منهم يحكي لي كده العلاقه بينكم عامله ازاي؟ بصي، هم في الاول اتخضوا، يعني في اول مره رحت بقوا عمالين يهمسوا لبعض بقى والكلام ده، ونظراتهم بانت ان هم اتخضوا. انت كنت بتدربيهم قبل؟ يعني نظراتهم بانت ان هم اتخضوا، بس بعد كده خلاص عادي تقبلوا الموضوع. طيب تأثير الخض عليكي قبل كده من الناس وتأثيرها عليكي دلوقتي؟ لا دلوقتي الحمد لله ما فيش أي تأثير خالص. خالص. انت بقالك قد إيه قاعدة على الكرسي؟ تسع سنين. اتعودتي ولا خلاص بقى هعمل إيه؟ ولا لا. يعني إيه مشاعرك إيه دلوقتي؟ لا مش خلاص هعمل إيه؟
انا في الاول الدنيا عندي كانت صعبه، وكنت معتمده اعتماد كلي على ماما واختي. جات لي فرصه ان انا اشتغل في مؤسسه، مؤسسه الحسن. الحقيقه اسمها جميل. مؤسسه الحسن لدمج القادرون باختلاف. لدمج القادرون باختلاف بالظبط، يعني يعني يبقوا مختلفين دول. عجبني قوي التعبير ده. احنا قادرين نعمل كل حاجه اي حد بيعملها، بس باختلاف بطريقتنا احنا. رئيسة مجلس أمناء المؤسسة طلبتني أن أنا أعمل انترفيو. لما اشتغلت بقى الدنيا اختلفت تماما. اختلفت ازاي وأثرت في نفسيتك ازاي؟ لقيت الناس بتعمل كل حاجة، في حاجات أنا مش بعملها. زي ايه؟ بيخرجوا بيتفسحوا، بيخرجوا لوحدهم. طب انتوا ازاي بتخرجوا؟ بكرسي. هنا في مصر؟ يا شيخة لسه كنت بقول لها قبل في لندن مرة لقيت الأتوبيس بيميل. ايه ده؟ فالاتوبيس بيميل، فدخلت واحده بمنتهى القلاطه في الدنيا بالكرسي بتاعها، والناس رجعوا ستيب ورا ومحدش باصص ولا حد، يعني ده العادي وده الطبيعي، وخارجين ويعني ليهم اماكنهم في كل حته. انما هنا في مصر، ودي المشكله الرهيبه، انه الدنيا مش مجهزه للعجل خالص من الالف للياء، ومع ذلك احنا بنخرج وبنتفسح وبنسافر وبنعمل كل حاجه اي حد بيعملها. بتعملي ده ازاي؟ يعني انت لسه كنت بتقولي لي سواقين التاكسي ممكن يرخموا، ما يردوش ايه ياخدوا الكرسي او كده. انت هنا عند حمام السباحه؟ بالظبط. فبيعملوا ايه سواقين التاكسي؟ لا انا يعني بضطر طبعا دلوقتي اطلب عربيه. بس عادي بتعامل، بنزل وبركب والسواق بيحط لي الكرسي. تنزلي لوحدك؟ انا اول ما كنتش بعمل كده، الاول كان اعتمادي. شجعتوا بعض. بالظبط. بتسافري؟ لسه راجعه من اجازه ويك اند في اسكندريه انا واصحابي، وكلنا بكراسي. كلكم بكراسي؟ وركبنا القطر لا والله. طب الناس بتساعد ولا الناس؟ لا الناس بتساعد والله. الناس يعني انت تنزلي لوحدك؟ ماما خلاص بقى اطمنت عليكي وكده وبعد 9 سنين؟ ماما اطمنت عليا وبتقولي انت بقيتي توحشيني، ما بقيتش تشوفني. انا طول اليوم برا البيت. من خلص. الصبح لغايه الساعه 10. بخلص شغلي في المؤسسه، بطلع على شغلي في النادي. هخرج مع اصحابي. طيب انت من خلال المؤسسه لقيتي نماذج يعني زي كده كتير، ولا لقيتي يعني احكي لي ايه النماذج اللي لقيتيها وانبهرتي انت شخصيا بيها؟ ايوه، في نماذج كتير ناجحه في المؤسسه وانجح مني كمان. في دكاتره وفي مهندسين وفي عارضات ازياء. صحيح. طيب قولي لي بقى، انت كنتي مخطوبه وفسختي الخطوبه. انا شايفه واحده قدامي موديل قمر، يعني زي القمر. انت هنا بقى بتدربي البنات يا حبايبي. موضوع يعني خليني ابقى معاكي كده بشكل مباشر، هل في حد قال لك او كان في عرسان او في حاجه وتراجع؟ يعني هل الموضوع دخل في طور انه معلش اصل مش هينفع، ولا بعد ما قابلتيش لسه؟ لا لسه ما قابلتش. لانه انا يعني بشوف نماذج كتيره جدا ومتجوزين ومخلفين وعايشين حياتهم طبيعي جدا. انما زي اي بنت عاديه يعني، برجليها مش برجليها ماشيه قاعده. البنات دلوقتي حالهم يعني قاعدين لانه يعني لسه ما قابلتش الشخص. ربنا يوفقك يا نانسي، وان شاء الله كده تبقي يعني انجح واحده في الدنيا. فريق الباليه المائي، اتفرجتي على بتوع فريق الباليه المائي في ريو؟ طبعا اكيد. ان شاء الله كده توصلي وتاخدي كده ميداليات بالفريق بتاعك ان شاء الله. وان شاء الله كده نبارك لك في الفرح. يبقى وشنا حلو عليك يا نانسي كده تتجوزي ان شاء الله يا حبيبتي. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا.